نروح لأول فقرات برنامج الأشبال وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الأهلي. شباب الأهلي بيتعادل مع سيراميكا 2-2. كان الكابتن عمرو أنور طبعا أقام مباراة ودية لفريق شباب الأهلي بيجهز اللعيبة. الفترة اللي فاتت كان الدوري متوقف، بيستعد شباب الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري إن شاء الله يوم 26 يناير الجاري بالأسكندرية. ما شاء الله شباب النادي الأهلي مع كابتن عمرو أنور بيقدم مستويات رائعة، وأيضا يتربع منفردا على صدارة ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة. وكان آخر مباراة ما بين الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية انتهت بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك 2-1، فكل التوفيق لشباب الأهلي. هنروح لأهلي 2000 وبطولة منطقة القاهرة. أهلي 2000 أيضا ضمن استعداداته يفوز على طلخة وديا. ما شاء الله عندنا فريق 2000 بيلعب بطولة منطقة القاهرة وأيضا بيحقق العلامة الكاملة ويتصدر مجموعته برصيد 33 نقطة من 11 فوز متتالي. نروح ل 2001، أهلي 2001 اللي بيلعب بطولة الجمهورية مع الكابتن أحمد سراج المدير الفني. كان فاز النادي الأهلي على ضيفه طنطا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وجاءت ثنائية الأهلي عن طريق شادي رضوان في الدقيقتين 30 و54. من موقع فيتو، نتائج الجولة 23 للجمهورية للناشئين 2001، فوز مصر مقصة على الزمالك 2-1، وفوز اف سي مصر على المصري 2-0، فوز الأهلي على طنطا 2-0، وفوز إنبي على طلائع الجيش 3-1، وتعادل الإسماعيلي مع الاتحاد تعادل إيجابي 2-2، وتعادل بيراميدز مع حرس الحدود 2-2، وتعادل الإنتاج الحربي مع وادي دجلة 1-1، وتعادل مقاولين العرب مع سموحة التعادل السلبي 0-0. كان الكابتن أحمد سراج، الخبر اللي بعديه، كان الكابتن أحمد سراج يتحدث عن فوز الأهلي على طنطا بثنائية في دوري الجمهورية، وكان سعيد الكابتن أحمد سراج بمستوى اللاعبين وأيضا بالفوز اللي حققه الفريق على ضيفه طنطا بهدفين دون مقابل. وأيضا يعني الكابتن أحمد سراج سعيد أيضا بعودة اللاعب أحمد أشرف مرة أخرى. كان أحمد أشرف السنة اللي فاتت كنا بنذيع هنا على شاشة قناة النادي الأهلي مباراة الأهلي وبيراميدز، وأحمد أشرف من اللاعبين المميزين في 2001، لكن للأسف كان جات له إصابة قوية رباط صليبي، فهو بدأ يرجع مرة أخرى لفريق 2001 وبدأ يشترك في المباراة الودية. نتمنى السلامة لكل اللاعبين وأيضا لأحمد أشرف وعودا حميدا. نروح لأهلي 2002. أهلي 2002 يفوز على أكاديمية اتش اف سي 7-1 وديا، أيضا من ضمن الاستعدادات لفرق القطاع. كان الفترة اللي فاتت فترة توقف وفترة امتحانات للاعبين، فأيضا أهلي 2002 بيجهز من خلال أكاديمية اتش اف سي وفوز كبير 7-1. كان أحرز أهداف الأهلي اللاعب أحمد عربي هدفان، ومحمد حسن هدفان، وعلي عمر هدفان، واللاعب محمد بسيوني هدف. أيضا من موقع فيتو، الأهلي يشارك في 4 مراحل سنية بدورة الصيد للبراعم. بطولة الصيد من البطولات القوية، بطولة الصيد من البطولات القوية اللي كان دايما بيشارك فيها النادي الأهلي. النادي الأهلي أيضا بيشارك السنة دي في بطولة الصيد. بطولة الصيد مقامة في نادي الصيد وفي ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد. المراحل السنية اللي تشترك في البطولة 2006 و2007 و2008 و2009 و2010. النادي الأهلي هيشترك ب4 مراحل سنية 2007 و2008 و2009 و2010. استعداد كويس جدا للاعبين، كل الأندية بتشترك في هذه البطولة، خاصة إن النادي الأهلي دايما بيشارك فيها. عندنا لعيبة دلوقتي موجودة في الفريق الأول كان يعني خرجت واكتسبت خبرات من خلال هذه البطولة، يعني زي كريم ندفيد، زي رامي ربيعة، زي أيمن أشرف، زي رمضان صبحي، وغيرهم كتير من اللعيبة اللي كان بتشارك في هذه البطولة. والنادي الأهلي حريص بيكون احتكاك قوي، وأيضا كمان يعني جوائز مالية كبيرة لما تكون بطولة مقامة بهذا الحجم وتكون الجوائز المالية تصل إلى 500,000 جنيه، فأكيد هتكون بطولة قوية. كل التوفيق للنادي الأهلي. هنقول 2007، عندنا 2007 مجموعته ضمت الأهلي والإنتاج الحربي واتحاد الشرطة وسبورتنج. 2008 النادي الأهلي وادي دجلة وشرقية الدخان واتحاد الشرطة. 2009 مجموعته ضمت بيراميدز واتحاد الشرطة وسيراميكا كليوباترا. و2010 مجموعة النادي الأهلي ضمت إنبي والداخلية والشرقية الدخان. كل التوفيق للنادي الأهلي الفرق المشاركة في هذه البطولة.
ايضا من موقع فيتو اللي بنحييه من هنا دايما ليه تغطيه كبيره دايما لاخبار الناشئين في قطاعات الناشئين. كان الدكتور هنروح الخبر اللي بعديه ومع منتخب 2006، منتخب 2006 منطقه القاهره، كان الدكتور محمود سعد يحاضر لاعبي منتخب القاهره 2006 استعدادا لدوره طوكيو. كان حرص الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكره ان يكون متواجد في تدريب 2006 ومحاضره لاعبي منتخب 2006 استعدادا للدوره الوديه المقامه في طوكيو 2020. كانت منطقه القاهره برئاسه الكابتن حماده الشربين اللي من هنا بنحييه على الجهد المبذول في المنطقه، ما شاء الله يعني منطقه القاهره وكل القائمين والعاملين فيها عاملين شغل واضح للجميع. قرر تعيين الكابتن محمد عز لاعب المقاولين السابق اصبح المدير الفني لفريق او منتخب 2006 في منصب المدرب لمنتخب القاهره بعد اعتذار الكابتن تامر حفني. ده كانت كل اخبارنا بالنسبه لفريق شباب النادي الاهلي، بتمنى له التوفيق وكل فرق القطاع 2001 و2002 و2003. كان